حصل اتصال في الساعة 7:45، وذكر السيد الوزير أن الولايات المتحدة ستقوم بهجمات على قواعد لجهة حددها وهي كتائب حزب الله، وهذا سيحصل بعد ساعات. أنا ذكرت له، قلت يوم هذا أمر خطير وأمر تصعيدي، ويجب أن نتشاور في هذه المسائل، والتحقيقات بيننا ما زالت جارية ولم تحدد الجهة التي قامت بالعمل في كي واحد. قال نحن لدينا معلومات وسنتصرف على هذا الأساس. أنا قلت هذا أمر فعلا سيكون جدا خطير، وطلبت نبحث وجه لوجه وليس فقط عبر الهاتف مع الجهات المسؤولة. قال القرار قد اتخذ وأنا أبلغ هذا الشيء.